بسم الله الرحمن الرحيم. اعضاء مدونه مكتبه العرب دي اغرب حاله دمج دخلت لها. ده راوتر تي بي لينك من اللي هو الاسود اللي انتوا عارفينه ده، وبصوا كده السرعه مقريه كام، 4 ميجا. طيب ده راوتر برضو تابع لشركه لينك والسرعه اري 4 ميجا. بصوا كده يا جماعه ايه اللي هيجرى. انا دخلت دمجت للراجل ده الخطين الاي بي 7، ادي الراوتس عشان برضو نتاكد سوا، لان انا ما كنتش مصدق الوضع ده. الاي بي 8 و7 اللي انا وريتهم لكم، تمام. بصوا كده يا رجاله، عايزكم تلاحظوا اللي انا شفته كده. نكبر الصوره عشان نشوف سوا. بصوا يا رجاله كده على الفتحه رقم 1 6 و7 7 و2، خدتوا بالكم اللي بيحصل ده؟ 7 و4. بصوا المنظر 6 و900، 7 و200. بصوا المنظر 7 ميجا. واخدين بالكم من الـ من الـ من الوضع طالع قد ايه؟ سيبكم اللي طالع مجموع لان في شبكه، لكن انا بتكلم على بصوا كده المنظر. شوف الخروج 11 6 و700، 6 و500، 7. وضع غريب قوي. كان برضو قبل كده ناس كلموني ان الراوتر التي بي لينك بتاع لينك بيعمل الحركه دي، مش عارف ازاي السرعه هربانه منه. يعني هو 4 ميجا اهو، ولا فيه ولا بيوك ولا بيعلى ولا بيوطى ولا اي حاجه، 4 ميجا عادي خالص. ونشوف المنظر ازاي اللي هو الاي بي 7، وهو ده اول بورت. واخدين بالكم يا رجاله من المنظر؟ بصوا المنظر 6 وشويه فوق اهو، وهنا طبعا احنا بنوصل ل 10 ميجا وزياده. بصوا كده الخط الاولاني ترافيك. واخدين بالكم يا رجاله 6 و7 و7. مش عارف بقى دي الوضعيه دي ايه في الراوتر التيبي لينك. كذا واحد كلمنا على الموضوع ده وانا ما خدتش بالي. بصوا المنظر 6 و800 الراوتر لوحده، 8 ميجا لوحده، الراوتر 8 ميجا لوحده. مش عارف السرعه دي كده هربانه منهم ولا ايه. انا حبيت اصورها عشان الكل يتاكد الوضع ده. شكرا ليكم.